امبارح كان من بين الأخبار المفرحة اللي كان بيتم تداولها هو خبر تم الإعلان عنه بعد إجراء الانتخابات اللي تم تنظيمها في الكونغو، وأعلن فوز الدكتور محمود عبد العاطي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضيات لمدة 4 سنوات. إيه هو المنصب ده وإيه هي صلاحياته وإزاي هتستفاد منه مصر على المستوى العلمي تحديدا؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من الدكتور محمود عبد العاطي مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج. صباح الخير يا دكتور وألف مبروك. صباح الخير يا فندم. شكرا. يعني هل حضرتك الأول في البداية كنت متوقع فوزك بشكل كبير، ولا كنت يعني شايف مسألة الفوز دي يعني أمر محل جدل شوية يعني؟ والله يمكن أنا لما قدمت البرنامج بتاعي عشان أتولى المنصب ده بناء على توصية من بعض الزملاء في الاتحاد الأفريقي، أنا كنت رايح وعندي برنامج قوي، لأني بعتمد على عندي رئيس الدولة اهتم بأفريقيا من أول يوم توليه الحكم. كنا بنرأس الاتحاد الأفريقي، كان عندي ظهير قوي ان انا رايح عندي رئيس الدولة مهتم بافريقيا والعلاقات الافريقية. نعم. عندي اكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي عملت جوائز للاشقاء في افريقيا واهتمت بيهم. ولذلك يعني كانت الاحتمالات الفوز موجودة بس تقريبا 50%، لانه فيه مرشحين ايضا من باقي الدول الافريقية. ولكن الحمد لله الانتخابات تمت بشكل كويس جدا، واحنا مصر خدت يعني بفارق كبير يعني عن المرشحين الاخرين. واكيد يا دكتور محمود يعني منصب حضرتك تستحقه بعملك ومجهودك والبرنامج اللي حضرتك قدمته، فعاوز اعرف بقى ايه اهم الركائز اللي اعتمدت عليها في البرنامج اللي تم تقديمه يعني. هو دلوقتي ان الرياضيات اصبحت في العالم محل اهتمام لكل الهيئات وكل مراكز البحث العالمية. صحيح. لأنه الرياضيات هي الأساس بتاع الأمن السيبراني والتحول الرقمي والكودينج والروبوتكس وكل التكنولوجيا الحديثة في العالم اللي هي بتتسارع بشكل كبير جدا، الأساس فيها الرياضيات، وعلماء الرياضيات ليهم دور كبير جدا. نعم. فأنا كانت أهم الأشياء اللي أنا قدمتها في البرنامج إن إحنا إزاي إنه نقدم مشروعات ترتبط مباشرة بالتطبيقات اللي موجودة ونربطها بالصناعة ونربطها بتطوير البرامج والتطبيقات للرياضيات اللي موجودة. فكان من الحاجات المهمة اللي هي كمان أنا ركزت أوي في البرنامج على الأمن السيبراني، يعني إن إحنا إزاي لأنه حاليا الحروب القادمة كلها في صحيح. العالم هي حروب سيبرانية، حروب سيبرانية أنت لازم يكون عندك جيش قوي جدا من المبرمجين المحترفين اللي عندهم قدرة عالية جدا على فهم الرياضيات وتطويرها وابتكار الكود الخاص بمنع الهجمات دي. فده كانت من الحاجات المهمة اللي أنا قدمتها في البرنامج. أيضا يعني من الحاجات الأخرى اللي أنا قدمتها في البرنامج إن إحنا في مصر عندنا مبادرات قوية جدا، آخرها كانت مبادرة الرئيس إن هو أعلن إن إحنا عندنا فيه الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات. الأكاديمية المصرية دي بدأ الإعداد ليها وبدأ التجهيز ليها، فده كان من الحاجات اللي أنا برضو أشرت ليها إن إحنا في مصر يعني بنسبق الدول في التفكير في الخطوات المستقبلية. في معظم القارة الأفريقية لسه بعض المرشحين الآخرين كانوا بيركزوا على تدريس الرياضيات وتطوير المناهج، أنا ركزت على التطبيقات أكثر وربطتها ب هل الأكاديمية يعني المصرية لعلوم الرياضيات دي هيكون لها دور في إفريقيا في المرحلة الجاية وفي ظل منصب حضرتك؟ إن شاء الله، يعني دي من الحاجات اللي هتبقى رائدة، يعني هتبقى أكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات دي هتبقى حاجة رائدة على مستوى المنطقة كلها. مش على مستوى افريقيا بس، كمان يعني هي بتضاهي الاكاديميات العالميه. نعم. زي في امريكا وبريطانيا، ودي هتخرج لينا جيل مصري قادر ان هو يواجه كل التطور اللي موجود في العالم.
صحيح، ويمكن شفنا اهتمام فعلا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الامر من خلال مصر الرقميه، لما شفنا هذا الافتتاح وشفنا قد ايه في منح بتقدم للشباب لرفع كفائتهم وتاهيلهم بشكل سليم فيما يخص التحول الرقمي وفيما يخص البرمجه والامن السيبراني وغيرها من يعني هذه الملفات تحديدا، كون هي لغه العصر ولغه المستقبل يعني. طيب دكتور، عاوز اعرف من حضرتك طبيعه المنصب والادوات اللي حضرتك معني ومكلف بيها داخل الاتحاد الافريقي. هو الهدف الاساسي ان احنا عندنا في الاتحاد الافريقي للرياضيات في ثلاث اهداف المفروض ان هو يحققها الاتحاد. نعم. عشان نحافظ على التنميه المستدامه في افريقيا من خلال ان احنا عايزين نربط الرياضيات بالابتكار. ايضا عايزين نحقق التميز من خلال الاعتراف بالعلماء والمتفوقين في الرياضيات في افريقيا، لازم نبقى عارفينهم ويبقى لهم قواعد بيانات. عايزين نعمل وظائف استشاريه وفكريه لصياغه الاستراتيجيات القاره، لان احنا في القاره الافريقيه ما فيش تعاون قوي جدا ما بين علماء الرياضيات اللي موجودين في الوقت الحالي. ده الثلاث اهداف اللي احنا عايزين نحققهم من خلال ان احنا نقدم مشروعات ليها تطبيقات مباشره مرتبطه بالصناعه والتطوير لجهات التمويل الدوليه. نعم. جهات التمويل الدوليه زي مثلا الويلكم تراست، زي اليونسكو، زي الجيت فاونديشن، في حاجات كثيره جدا بتدي دعم للانشطه العلميه دي. ونحقق التواصل ما بين العلماء في افريقيا ودعم البحث العلمي بتاعهم. وانا عندي تجربه ان انا كنت نائب رئيس اكاديميه العلوم الافريقيه لمده 6 سنين، من 2013 ل 2020. نعم، يعني حضرتك ليك باع في العمل في افريقيا يعني. احنا جبنا تمويل لمشروعات التنميه في افريقيا ومحاربه الامراض المتوطنه في الفتره اللي انا كنت نائب رئيس اكاديميه العلوم الافريقيه. اكثر من 161 مليون دولار يعني. نعم. والفترة اللي كانت دي الفترة قبل 2013، يعني كانت مصر من الدول اللي ما بتاخدش أي تمويل من تمويل البحث العلمي. ولكن الحمد لله يعني دلوقتي بعد ما رجعت مصر لقيادة وريادة القارة الأفريقية أصبحت هي بتلعب الدور الأساسي والدور المهم، ولذلك قد يكون المنصب مهم في الوقت الحالي، لان احنا بنرجع للدور الطبيعي بتاعنا، انه مصر بينظر لمصر ان هي الاخ الاكبر. يعني تحولت الفكره من انه كانت مصر بتنظر لافريقيا من فوق وباستعلاء، الى انه مصر دلوقتي بتلعب دور الاخ الاكبر، الاخ اللي المتميز اللي عنده تاريخ علمي قوي اللي هو اساس الحضاره الانسانيه. صحيح. ويمكن يعني تم إذابة الجليد اللي كان موجود ما بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة البلاد، ومن ثم عودة عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي ثم رئاسة الاتحاد الإفريقي. فاحنا هنا بنتكلم على دور رائد حقيقي لمصر في الاتحاد الإفريقي وفي العلاقات المصرية الإفريقية بشكل عام بشكل عام. ويمكن دايما في المحافل الدولية بيكون الحديث وأول يعني عبارة بتنطق في الكلمات الرسمية هي إفريقيا، ومصر محملة دايما بهموم إفريقيا. لكن عاوز أعرف من حضرتك هنا يا دكتور أهمية ده بقى لمصر، يعني حضرتك اتكلمت على الدور اللي بتقوم بيه سيادتك ك يعني منصب مصري في داخل الاتحاد الافريقي، لكن انعكاسه على مصر بقى. انعكاسه على مصر ده مهم جدا، ان احنا بنحاول انه نشوف التنميه المستدامه مش في افريقيا فقط، ده هتنعكس مباشره على مصر هنا، لانه معنى ان احنا نطور البحوث والعلاقات بين العلماء المصريين والعلماء الافارقه، ده هيدينا زي النوع من انواع الانتشار العلمي في افريقيا. واحنا مصر ليها الباع الكبيره في المجالات العلوم المختلفه، ودائما وابدا العلماء بيحاولوا يعملوا التعاون ده مع اوروبا، معنى ان احنا نتعاون ونخلي العلماء المصريين هم اللي يتعاونوا ويقودوا البحث العلمي مع الاشقاء في افريقيا، ده بيدينا البعد اللي هو يعني فخامة الرئيس يمكن مركز عليه من بداية الفترة،
انه احنا الامتداد الطبيعي بتاعنا والمستقبل المشترك مع افريقيا، انه افريقيا اسواق مفتوحه جدا واحنا نقدر نحسها دلوقتي في الاجتماعات، بنحس مدى الاعتزاز بالعلماء الافارقه بدور مصر وبرجوع مصر ليهم بهذا الشكل الجميل يعني. طيب عاوز اتكلم بقى مع حضرتك بخصوص هذا المنصب، هل حضرتك اول مصري يرشح لهذا المنصب ولا كان في مصريين اخرين شغلوا مناصب قياديه اخرى في الاتحاد مسبقا؟ لا، هو ده تقريبا اول منصب قيادي في الاتحاد الافريقي يمنح لمصري. ما شاء الله. قبل كده كان من الدول المختلفه، يعني كان في من تونس، كان في من المغرب. يعني مرتين من نائب الرئيس كان من تونس مره، و الرئيس كان من المغرب مرة. كم دولة كانت مترشحة يعني، أو كم ممثل من دول أخرى مرشح في هذا المنصب؟ إحنا الانتخابات اللي حصلت في الكونغو برازافيل يوم 4 أغسطس كان مرشحين من عدة دول مختلفة، كان في مرشحين من تونس وكان في مرشحين من المغرب. بالنسبة لدول شمال أفريقيا، أنا أخذت النائب الرئيس لدول الشمال، في 5 مناطق في أفريقيا، الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط، كل منطقة لها نائب رئيس. فاللي كان مرشحين ضدي من تونس الشقيق والمغرب الشقيق، ولكن الحمد لله الأمور حسمت لهم في الأول وفي الآخر يعني يا دكتور، وكأنهم موجودين لأن إحنا أشقاء والمصلحة بتكون واحدة في المقام الأول والأخير. كل التوفيق لسيادتك دكتور محمود عبد العاطي مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج، واختيار صادف أهله يعني زي ما بيتقال، لأن حضرتك كفء وتستحق هذا المنصب في الاتحاد الإفريقي.